في هذا التنوع والتعدد الثقافي في بلادنا المغرب اللي فيه مجموعه من الألسن الأمازيغية اللي فيها ليفيه السوسيه الأطلس كذلك العربيه وكذلك حتى دكم زورو تقاديخ مره وذا خزان ديال الموقع يورو قسيطاي جديد الموقع الحمد لله نهار غسيج متتبعين ديال مقرانا فاني تا يمكن العرض وي اثنين تسمي تنظم خذاني تاع المستوى من بروكسل الحمد لله ثوريا نودي جن مجموعه الكوميديا بومبا كوميك الفنان المتميز مراد الميموني فالحمد لله لا سواغيه ثاني تاني السهره ثاني تاني جا نجحه العدد الحضوري وذاني دي حضان التجاوب يقول العرض وانيتا ومن جن اساسي ومن جن مهم يجي تركز خاص لانه واش تنتمي غير جن تدات هي الاعلام فالحضور الاعلامي جات حيخ عن البوابه ثاني تاني يورو كاسيتا تحييخت وتحييخ مرة الصحفيين الزملاء الإعلاميين اللي يوسين حضانا كيرنخ يجاديش الشرف ضم قران راين شين كجهة منظمة ورينش بالأخص لأنه تنتمي خلال الجسم الإعلامي الصحفي فايس فارحة يسوطس أنه وزاقش العدد ضم قران كتازي 20 صحفي وزميل إعلامي تشتغل دي مختلف المنابر ذا راديو ذي المواقع الإخبارية فاديش الشرف ضم قران ودراس نجن السرام ضم قران والسيتي مخي إن شاء الله أنه أنا مرقايت ورط ماني تورط ماني يوذان بروكسيل إن شاء الله صافي واخر يلا سيمدرو تفضل واخ ايوا بدا قلت لك واخ الله يخليك كلمه واخا ما تقولهاش صافي واخ قلت لك ما تقولش واخا واخ ما تقولش واخا صافي واخ اخر مره سمع كلمه واخا صافي واخ ما تقولش واخا قلت لك واخا باش ما تقولش واخا alors je m'excuse je parle la langue française et monsieur Draouf tu vas conjuguer le verbe tac au présent eh tac au présent على كاين شي تاك في فرنسي رانا تاك نجمو غدير بوكاو ايه انا شاني واخا سيدي كونجيكي ماشي مشكل يلا نفا كونجيكي اونسومبل للاسف الحمد لله القاعة ديالة عمار يوذان تجاوبنا كيناغ ونش غادي نجي نتواسي تنغ ان شاء الله دي غا بروكسل دي شهر واحد حيت غنفاح سيارة مزيغ نسوي زكوا سمينو النغ وتشكي كاين كنا وسوطاس ميرسي بوكو خوتي اخوتي أخوتي أخوتي أصلا بالله أخوتي وحق لا إله إلا الله أخوتي لما أكذب عليكم أخوتي أخوتي يا أخوتي أول مرة ركبت الطيارة أنا ما بقيتش كنخاف من السباحة حق الله العظيم قلنا كيف ما كانش ما خاصة تقول شي واحد صحيح اسمع قدر وقع تلقى السحاب قدر وقع تلقى الزبايد هذا القرن أقسم لك بالله ما تقدر عليك خوتي مشيت قريت شوية في التاريخ ولقيت بأن هناك ثلاث دول عظمى كاين ربع تصيب الناس الحزين مزيان كاين شي واحد كيصيبو الامريكات تليفونات كاين الغابة تنخسر واحد هادشي كامل كما شفتوا اليوم كانت عندنا واحد الحفله فكاهيه اللي الحمد لله الجماهير المغربيه يعني استقبلتها بواحد الحفاوه واحد الشغف علاش باسكو كان هذا الشيء كيبين الحب ديال الجاليه المغربيه لهذه المبادرات الفكاهيه والتشبث ديالهم بالثقافه ديالنا باسكو حتى هذه فكاهه حتى هي ثقافه والجاليه كنقول متعطش لهذا الشيء هذا الستريس تاع الدنيا كما قلتوا وكنشكر جزيل الشكر على هذا البومبا كوميك المؤطرين ديالها والسي محجوب اللي داروا فيها الثقه في صوفيا ايفنت اللي نضمن هذا الشيء جميع والحمد لله شفتوا الحضور كان كثيف وكنشكر كاع المنابر الاعلاميه اللي جات وشرفتنا وفرحوا بنا والحمد لله كل شيء دات على خير